والختام مشاهدينا من ولاية غليزان، حيث يتحدى الشاب عابد من مدينة جديوية إعاقته إذ ولد مبتور اليدين، وها هو اليوم يمارس حياته مثله مثل الآخرين بطريقة خارقة للعادة، نكتشفها في هذا التقرير لحمزة زروقي ونجمة بوكرش. هذه الشاحنة يقودها سائق غير عادي، فلا يبدو الأمر كذلك إلا من يعرف عابد، ذلك الشخص الذي يحده الأمل في حياته. رغم الإعاقة الخلقية في يده، لكنها لا تحل بينه وبين ممارسة حياته مثل الآخرين. إنسان معوق 100%، وأني تحديت الإعاقة تاعي، وعامل يومي بسوق البلد هنايا، ولقات خبز كسرى لوليداتي، ومتزوج، وعندي ابنة ومستأجر كاري. عابد عامل حر ومتزوج وأب لطفلة، اندمج في محيطه بسرعة رغم الإعاقة، فالمقربين له يرفضون فكرة إعاقته ويؤكدون أن الطاقة ترد الإعاقة. عابد هذا مسكين صديقنا ومعاق، وقال عام حنا نعاونوا فيه مسكين ومعاق من يديه مسكين، تشوفي كي داير حالته. وعابد هذا هو عابد، هو قال الناس تبغيه، وقال الناس دائما تعاونوا تحفزوا وتعاونوا مسكينه. يؤدي عابد واجباته الدينية والدنيوية بالتزام، كما يسعى إلى توفير متطلبات المنزل. ليس ذلك فحسب، فهو يقوم بأعمال مختلفة ضاربا نموذجا لمن أراد أن يقتدي.